السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من كورس التسويق الإلكتروني. خلصنا في الحلقات اللي فاتت التسويق على منصة الفيسبوك، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التسويق على الإنستجرام. طبعا في اختلاف كبير جدا بين إنشاء المحتوى على الفيسبوك وإنشاء المحتوى واستخدام المحتوى على الانستجرام. الانستجرام يعني بيعتمد بشكل كلي على الصور كمحتوى رئيسي للمنصة، يعني الصور هي أهم حاجة للانستجرام. وده هتلاحظ فيه الفرق بين صفحتك على الانستجرام وصفحتك على الفيسبوك، ان الفيسبوك بيتعامل معاك انك بتكتب بوست الاول وتقدر تانكلود في البوست صورة او فيديو او يعني اي شيء تاني تقدر تعمله، تقدر تعمل بول، تقدر كل ده، لكن عندك رقم واحد في انستجرام هي الصورة. فدي بتدل على ان احنا لازم نهتم اهتمام كبير جدا بجودة الصورة، المقاس المظبوط بتاع الصورة. واتكلمنا قبل كده على الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها لو احنا مش محترفين في الفوتوشوب والحاجات دي. اتكلمنا عن كانفا وعن كريلو، دي مواقع وادوات بتوريك المقاس المظبوط لكل حاجة ليها علاقة بالانستجرام او الفيسبوك او اليوتيوب او اي حاجة ريليتد بالماركتينج والادفرتايزنج عموما. طيب خلينا نتفق ان احنا ان شاء الله في الكورس بتاع او حلقات الخاصة بالانستجرام احنا مش هنتكلم على كيفية انشاء الصفحة وكيفية تحويل البروفايل من شخصي لبروفايل بيزنس او منشئ محتوى او بلوجر او بابليك فيجر او الحاجات دي كلها، لانها سهلة. احنا اللي يهمنا والتريكس بتاعتنا هنركز فيها على التسويق عن طريق الانستجرام. تمام، من اهم الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها الاول ان احنا دايما هنستخدم في ادوات لازم نستخدمها هتفيدنا كتير جدا 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 في انتشار المحتوى بتاعنا، سواء كان صفحة شخصية او صفحة بيزنس لينا على الانستجرام. من اهم التطبيقات اللي احنا هنستخدمها واللي بيعتمد في الاصل انستجرام عليها هو الهاشتاج. طبعا الهاشتاجز دي احنا مبدئيا لازم نتفق ان احنا بندور على الهاشتاجز المناسبة لمجالنا، سواء كان مجال شخصي او مجال اعمال، وبنبتدي نعمل فولو للهاشتاجز دي علشان نقدر نشوف المحتوى بتاع الهاشتاجز دي بيتقدم ازاي، ونبتدي نشوف المنافسين بيشتغلوا عليها ازاي. انا هنا ده الصفحة الشخصية بتاعتي على انستجرام. الصفحة طبعا انا عاملها بلوجر، ان انا منشئ محتوى. هنتكلم هنا عن التطبيق اللي انا بستخدمه، وده من احلى التطبيقات اللي ممكن تستخدمها للحصول على الهاشتاج المناسبة، والعربية او الانجليزية على حسب، او بأي لغة كانت على حسب النيش اللي انت بتشتغل فيه. والتطبيق ده اسمه تاجي فاي، ده الويب سايت بتاعهم. طبعا هو يعني تقيل جدا على كويب سايت ممكن تستخدمه، لكن نزل التطبيق بنفس التاجي فاي نفس السبيلنج ده بدون دوت اي او. هتعمل ريسيرش سواء كان معاك اي او اس او اندرويد، هتعمل ريسيرش في البلاي ستور بتاعك وهتحمله عندك. التطبيق ده مناسب جدا 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 ليك. طبعا عايز اقول معلومة عن الهاشتاجز، ان الهاشتاجز دي انت متاح للانستجرام بيتيح ليك 30 هاشتاج مستهدف تقدر تشتغل عليهم في البوست الواحد. تمام، انت تقدر تكتب محتواك، طبعا بيتكتب تاني خطوة من الصورة، لان
اول حاجة بنعملها هي اختيار الصورة ورفع الصورة على انستجرام وظبط الصورة، وبعد كده بنبتدي نكتب الديسكريبشن بتاع الصورة. ولازم ناخد بالنا ان احنا الهاشتاجز ما نزودهاش عن 30، ده المتاح ليك. طبعا هو يستحب ان انت بتشتغل من 10 ل 14 او 12 هاشتاج، لكن انت متاح ليك ال 15 ال 30 هاشتاج. طيب خلينا نتكلم في حتة تانية، الفيسبوك وفرها لينا كانت عاملة مشكلة كبيرة للناس، وهي انك ما تقدرش تشتغل على الانستجرام من الديسكتوب، انك تحمل صور من على الديسكتوب. طبعا على القناة عندي على اليوتيوب هتلاقيني عامل شرح ادفانسد شوية، ان انت قبل ما الفيسبوك يقدم لنا الخاصية الجديدة دي، انك تقدر تشتغل من على الديسكتوب عادي وترفع اي حاجة انت عايزها، سواء صور سواء فيديوهات، الكلام ده كله على الانستجرام بسهولة. ممكن تخش على القناة عندي وتتابع الفيديو، وانا هسيبه لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب الأداة اللي وفرها لينا الفيسبوك هي الفيسبوك سوت ديت. انت لما بتدخل عليه بيبقى الصفحة بتاعتك مربوطة، او انت بتربطها طبعا بصفحة الانستجرام بتاعتك، ولما بتعمل كرييت بوست مثلا انت من هنا بتقدر تقول له والله انا عايز اكتب البوست بتاعي، انا بكتب طبعا كده عشوائي سامبل بنشوف بنتكتب فين، وبعدين هنا بتنزل تقاد لو انت هترفع صورة فبتقاد الصورة او بتقاد فيديو، وبعدين هنا بتختار المنصة اللي انت عايز تشتغل عليها، سواء عايز البوست ده هينزل على الانستجرام بس او على الفيسبوك بس، فبتعلم زي ما انت شايف كده وبتقدر تشتغل عادي. طبعا الكول تو اكشن، الاد تو كول تو اكشن دي مش هتيجي معاك الا في الفيسبوك بس، انستجرام مش هينفع. طبعا بتختار اللوكيشن اللي هتشتغل عليه وبتببلش الصورة بتاعتك عادي جدا. في ادفانسد سيتنج ان انت لازم الصورة اللي بتتحط بتحط لها الالت تكست، تحط اللوكيشن بتاعك دوت محطوط عشان انستجرام، هل انت عايز تشير المعلومات بتاعتك لو انت في مصر او في منطقة معينة او الناس اللي في حتة معينة يكونوا شايفين الكلام دوت، ده بيفضل استخدامه على انستجرام. طبعا طبعا خاصية روعة جدا وفيها حاجات كتير جدا، انصحكم ان انتوا تخشوا تقلبوا كده الدنيا، لان انت ممكن تشوف الاناليسز كلها من الحتة دي، سواء كانت على الفيسبوك او على انستجرام. زي ما انت شايف هنا ده بوست على الانستجرام وده بوست على الفيسبوك، بيجيب لك هنا كل حاجة انت عايز تعرفها، الريتش وصل قد ايه، الانجيجمنت، الرياكشنز، لايكس، الكومنتس، الشير عددها قد ايه، الكلام ده كله ما كانش موجود الاول. وعندك كليندر هنا تقدر ان انت تعمل سكاجول لاي بوست انت عايزه ينزل، سواء على فيسبوك او على انستجرام. ومن هنا برضو ممكن تشوف الادز بتاعتك. يعني بصوا، يعني هنا بتقدر فعلا، المنصة دي بتقدر عليها انك تشوف حاجات كتير جدا وتتابع كل شغلك بشكل ممتاز جدا، والكلام ده هتقدر تجيبه من على الادس مانجر. ندخل على الادس مانجر عادي، خليني اتابع معاكم كده نعملها مع بعض. اسف، نخش هنا الادس مانجر. الادس مانجر اهو، طبعا لما بيفتح معانا باجي هنا على العلامة دي، معلش بيحمل، باجي على العلامة دي وبنزل بسكرول داون لحد ما الاقي الفيسبوك
في انها بيزنس سوت، وبضغط عليها بقدر افتح كل الاكونتس اللي انا شغال عليها ورابطها بانستجرام، او مش رابطها بانستجرام، بتتفتح عندي على البلاتفورم دي، وبقدر اشوف كل حاجة من الدروب منيو دي. هنا عندي ده مثلا صفحة من الصفحات، هتلاقي بقية الصفحات عندك تقدر تخش وتكليك عليها وتشتغل عادي، مفيش اي مشكلة. طيب خلونا نرجع بقى لموضوعنا على انستجرام، والكلام ده هيتكمل بعد ما طبعا تدخل تعمل فولو. انا هتكلم النهاردة عن ازاي احنا دلوقتي عشان نعمل اعلانات على انستجرام، احنا متاح لنا طريقتين، يا اما نشتغل عن طريق المنصة نفسها، منصة انستجرام، ودي حاجة بتبقى مش يعني بتبقى عن بروفيشنال، ما عندكش التولز اللي موجودة على ادس مانجر. طبعا احنا عارفين ان فيسبوك وانستجرام هم شركة واحدة، لكن خلينا نشتغل باحترافية شوية، وهنشتغل من على الادس مانجر. انا دلوقتي هحاول ان انا ازود الفولورز عندي على الانستجرام عن طريق الفيسبوك. طيب خلينا نتابع الكامبين كده، هنعملها لايف واحدة واحدة. هاجي هنا هقول له كرييت كامبين، تمام، وهختار من الكامبينز دي الترافيك، وبعدين هقول له كونتينيو. ارجو الناس تتابع الكلام ده بدقة. هاجي هنا هقول له انستغرام فولورز، تمام، ده خليها انستغرام فولورز. وبعدين مش عايز انا طبعا اعمل الاي بي تيست ديت، فخلينا نخش في نيكست على طول. الادسد ده انا هسمي الاعلان ده بيرسونال انستغرام كاون. تمام، فطبعا هنا باين عندي ان ترافيك، طبعا انا باخد الترافيك ده بستخدم المنصة دي ان انا عايز ازود الفولورز واعلاني يكون بس على انستجرام. طيب هاجي خلي بالك معايا، لازم تتأكد ان دي معمولة على ويب سايت. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بسكرول داون بالراحة كده. الديلي بادجت انا عايزه 5 دولار، هجرب 5 دولار وخلينا نشوف النتيجة بتاعة الكلام ده هتبقى عاملة ازاي. خليني افتح اللايف تايم، ويفضل في الاعلان اللي بالشكل ده انه ما يكونش سكادول علشان تقدر تشوف ريزلتس، واحنا اتفقنا ان احنا بنخلي الاعلان 3 ايام تقريبا علشان نقدر نقيس الريزلتس بتاعته. هاجي هنا هختار الاودينس بتاعتي. طيب انا هنا مش هعمل على لوكالايك ولا كاستم اودينس ولا اي حاجة، هتكلم من الاول خالص علشان هبتدي من الحملة دي ان انا اظبط البلاتفورم بتاعتي على انستجرام. طيب انا عايزه في ايجيبت، عايز مصر كلها؟ لا، انا خليني اول حاجة لازم ناخد بالنا منها people living in or recently in this location. انا احب اختار in living in this location علشان يبقى specific شوية. وبدل ما اختار ايجيبت هاجي هنا هقول له انا عايز كايرو. مشكلة انا هنا اختار كايرو تاني، ايوه كايرو ايجيبت سيتي، وبعدين انا عايز اسكندرية.
خلي بالك عشان اسكندرية دي موجودة في أمريكا وموجودة في فرنسا، موجودة في حتات كتير جدا، فخلي بالك وانت شغال. طيب أنا اخترت كمان معايا اسكندرية، عايز أقوله محتاج الأودينس ديت في سوهاج مثلا، اعلان تجريبي، ومش شرط تشتغل زي ما انا شغال بالظبط، انت بنعمل تيست ونشوف الريزلتس هتبان ازاي. طيب انا عايز اسماعيلية، اسف خليني اشيل الاستيز دي، انا عايز المدينة نفسها. مدينة إسماعيلية، عايز بورسعيد، سيتي، عايز المنصورة، خلي بالك وانت بتختار، لان انت هتلاقي حاجات كتيرة مشابهة في دول تانية. عايز طنطا، كفاية كده، هنزل الايدج بتاعي. انا هستهدف دلوقتي الناس اللي ليها علاقة بالماركتينج والديجيتال ماركتنج عموما، الناس بما اني بدي كورسات، بما اني عندي ويب سايت وبلوج بيتكلم عن الديجيتال ماركتنج والفيلد بتاعي كده، فانا هختار الناس اللي لسه في المجال بتبتدي تتعلم، فانا حابب ان انا اخدهم من هم عندهم 22 سنة لحد 45 سنة. مهم جدا تكون دارس الاودينس بتوعك هم فين بالظبط واعمارهم وسنهم. طيب انا محتاج يكونوا ستات ورجالة او بنات وولاد، ما عنديش فيها مشكلة. هنيجي هنا لأهم حتة وهي التارجتينج بتاعنا. طبعا انا اول حاجة هختارها الناس المهتمة بالديجيتال ماركتينج، تمام، وهاجي هنا في السجيشنز بقول له وريني عندك ايه يا عم، فطلع لي حاجات كتيرة لطيفة، منها اونلاين ادفرتايزنج حاجة كويسة، منها الناس المهتمين بالسوشيال ميديا ماركتنج ده حاجة جامدة جدا، سيرش انجن اوبتمايزيشن الاس اي او، ناس المهتمية بالبيزنس بيج ادمن، الناس دي انا عايزها، الناس المهتمية ب خلينا نتكلم عن الكونتنت ماركتنج طبعا، خلينا نشوف الناس ادفرتايزنج ايجنسي، طبعا بما اني برضو بشتغل كونسلتنت من بعض الشركات فممكن اخد الادفرتايزنج ايجنسي، ممكن اخد السيرش انجن ماركتنج الناس المهتمة بالاعلانات جوجل، في خلينا في جوب تايتل زي ظهرت معانا، الماركتنج استراتيجي دي حاجة برضو لطيفة بالنسبة لنا. هتلاقي اختيارات كتير جدا الناس المهتمة بالليد جنريشن، ودي انا بحب ان انا اهتم بالناس دي خصوصا اللي بيشتغلوا في العقارات والمجالات الطبية، تمام، الناس المهتمة بالسوشيال ميديا، بس ده هتبقى بروت شوية، خليني برضو اجربهم كده واشوف الدنيا معايا هتمشي من 77 ل 223، الرقم ده طبعا هيقل لان انا هوريكو هنعمل ايه دلوقتي. طيب انا عايز اشوف النار،
او الاسيو. طيب الجوب تايتل، انا محتاج الناس اللي شغاله في الاسيو سواء كانوا جونيورز او سبيشالست او ناس. خلي بالك الاستهداف ده شويه هيبقى سبيسيفيك، محتاج الناس الكاريت استراتيجي، محتاج الناس الكونسلتنت. الكلام ده بالنسبه لي مناسب. وديجيتال استراتيجي مانجر ده محتاج الناس دي. كفايه كده. هنزل تحت انا اللانجوج بتاعتي، انا هختار الناس اللي بتتكلم انجليش والبراوزر بتاعها انجليش اول. طبعا ممكن تختار العربي برضو، مش هيفرق. تاني طيب هاجي هنا في البلاسمنت، انا دي اهم حتة هقول له هنا المانيوال. انا محتاج اعلاني يبقى على انستجرام، فهشيل الفيسبوك، هشيل الاوديونس نتورك، هشيل الماسنجر وهخلي الانستجرام بس. كده انا هيجي لي من الـ5 دولار بيقول لي اللينك كليكس من 14 لـ51، هيبقى رقم زي ما انتوا شايفين. انا عايز الديفايسز اللي هتبان على الكلام ده، محتاج اني اخليها اول موبايل ديفايسز. تمام. و كده نراجع تاني ايه تاني. طبعا بشوف ده الكلام ده لينك كليكس. طيب شو مور اوبشن، دي اهم حاجة. هو هنا بيقول لي انت هتتحاسب بالامبريشن، هقول له لا يا معلم انا عايزك تحاسبني باللينك كليك. مش عارف هو ليه جايبها كده. خلينا نيجي نيكست. خلينا نعملها بيكتشر اعلان صوري. طيب هنيجي للمرحلة دي الاعلان. انا بصراحة مش عارف هو ليه مختار لي امبريشن، مع اني انا جربت الاعلان قبل كده انه يتعمل لينك كليكس. طيب خلينا اختار بقى الصفحة اللي انا عايز اشتغل عليها. انا اخترت صفحتي. طيب انا عايزها تبقى عبارة عن صورة. باجي هنا اد ميديا، اختار نعمل ابلود للصورة او خلينا نختار الصورة دي. طبعا الصورة زي ما انتوا شايفين. انا هاجي اشيل دي عشان تبقى على الستوري مظبوطة، هنا على الستوري مش مظبوطة، فهشيل الاختيار ده وهقول له done.
البرايمري تكست انا محتاج اقول للناس بطريقة مبسطة جدا، احصل على الكورس مجانا من خلال مراسلتي على الانستجرام مثلا. اهم نقطة عندي هنا دي اوبشن ان انا اعمل هيدلاين اوبشن ليه او لا، انا مش محتاج ان انا اعملها. اليو ار ال، الويب سايت يو ار ال، هاجي هنا لحسابي على انستجرام اخد اليو ار ال بتاعه واروح احطه. طيب خلينا نعمل بريفيو كده، راح صح تمام، كل شيء مظبوط. انا هنا الكول تو اكشن عايزها ليرن مور زي ما هي عادي، مش هحط اي تراكنج ولا اي حاجة، وهعمل بابلش. زي ما انتوا شايفين اتبعت الطريقة ازاي. طبعا هنا قابلتني مشكلة وانا هشوف حلها ايه، لان انا عندي حسابات اعلانية كتير، فمنهم حساب اعلاني ممكن علشان يكون هو فيريفايد فقبل ان هو يعمل لي الامبريشن يغيرها للينك كليكس، انا مش عارف بصراحة. فطبعا هنتابع الكامبين دي عملت ايه والريزلت بتاعتها في الحلقة الجاية باذن الله، وهنشوف الدنيا ماشية ازاي. خلينا نفتح الادس مانجر من اول وجديد. هي دلوقتي بيقول لي ان هي في الريفيو الكامبين، خلينا نتأكد برضو. طيب انستجرام فولورز اهي ان ريفيو. اتمنى الحلقة تكون مفيدة سهلة. ان شاء الله باذن الله هنتابع الكامبين دي عملت ايه الحلقة الجاية، وهنكمل باذن الله الحلقة الجاية، علشان الحلقة اللي بعد الجاية باذن الله هندخل في الاس اي او، وهيكون الموضوع اكتر منه الفيديوهات لايف على الجروب. شكرا لمتابعتكم، اتمنى ان انتوا تتابعوا القناة، تعملوا سبسكرايب، تشير المحتوى لو شايفه مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.